دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. كتير هتحصل النهاردة. وفقاً لما حددته وزارة الأوقاف، هيكون موضوع خطبة الجمعة النهاردة بعنوان كيف تكون محبوب عند الله، وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معاً كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز. وأكدت كمان أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد، خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. أيضاً النهاردة هينطلق أكبر مهرجان للأكل وللطبخ في العالمين الجديدة Bites by the Sea من أمام شواطئ مدينة العالمين ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. النهاردة كمان هتنطلق فعاليات النسخة الثانية من المعرض العقاري المصري السوداني اللي بيستمر لمدة يومين برعاية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. والمعرض العقاري المصري السوداني بيأتي في توقيت مهم لتنشيط مبيعات العقار وخلق فرص تصديرية جديدة، بما يتماشى مع توجهات الجمعية في العمل على محور التطوير العقاري لتوفير سكن ملائم للأشقاء السودانيين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع المباراة الافتتاحية للدوري والجولة الأولى من عمر المسابقة. هيلتقي مانشستر يونايتد مع فولهام في تمام الساعة 10 ليلاً.